السلام عليكم بابا، كيفك وكيف يجري أشياء البيت؟ أتمنى كل شيء بخير. اليوم جئت هنا بدون أي استعدادات أو تجهيزات، جئت هنا لكلام الخاص بك، لأن أريد أن أناقش بعض الأشياء التي نحن نناقش قبل الظهر، ليس قبل الظهر، قبل العصر، أعتقد قبل العصر. أعرف أنت أيضا تريد أن تعلم اللغة العربية، لكن هذا اللغة صعب جدا. بالتأكيد هذا اللغة عصير، لكن إنها ليس غير ممكن لتعلم هذا اللغة. أنا فكرت أن أنا سوف آتي أمام الكاميرا وأكلم بك وأخبرك كل ماذا نحن نناقش على الاتصال. ذلك سيكون أفضل للي ذلك سيكون أفضل لي ولك أيضا، لأن عبر الاتصال عندنا قصير وقت، ويمكنك تسمع ماذا أقول فقط واحد مرة. لكن لو أنا سوف أجعل فيديوهات وإرسل بك، ثم يمكنك افتح ذلك فيديو عديد مرات ويمكنك تسمع ماذا أقول مرة ومرة. ذلك سيكون أفضل لك لتعلم هذه اللغة. وأنا سوف أكتب النص العربية ماذا أو مهما أقول في هذه اللغة. أنا أشكر الله. يمكنك ترى الآن كيف أنا قادر على أقول بعض الأسطور في اللغة العربية بدون أي استعدادات. يعني هذا النجاح. يعني أفكر أنا فائز في عملية لتعلم اللغة العربية، لأن في الماضي أنا كنت ليس قادرا على أقول هذا أيضا. والله كان صعب لي لأقول كل هذه. على أي حال، فليكون كل آخر أشياء. ما كان اللفظ اليوم الذي ننقش على الاتصال؟ هل تتذكر؟ أنا نسيت. أنا سوف أحاول لأتذكرها مرة. ما كان اللفظ؟ أعتقد كان أحتاج. أحتاج. ذلك كان اللفظ الذي كنا ننقش عبر الاتصال. تمام. أنا ما أعرف عندك
لو عندك تجد أصل لفظ اللي لفظ يحتاج أو لا أفكر إنها صعب لك لي تبحث عن لفظ أصل لأن لا عندك أي مفردات وفي مفردات أيضا لا يمكنك تبحث أنا استخدم ترجمة جوجل وترجمة جوجل إنها سهل جدا على ترجمة جوجل لأبحث مختلف ألفاظ لكن لا عندك أي مفردات أو أي قاموس أو لا يمكنك تستخدم ترجمة جوجل إذن على أي حال مهما أنا قلت في هذه الفيديو بالتأكيد أنا سوف أكتب نص عربية تحت الفيديو أنت تحاول لتشاهد هذا الفيديو مرة ومرة وقرأ النص العربية وثم أسألني عن معاني لمختلف ألفاظ الذي جاء في فيديوهات ويمكنك تفحص قواعد إذن تفحص قواعد الخاص بي لأن تعرف قواعد بشكل جيد مني وأنا أكيد أنت سوف تجد كثير خطأ في هذه الفيديو وأنت سوف وتخبروني وسوف تخبروني مختلف خطأ أنا قمت في هذا الفيديو تمام فهذا هي كافي لليوم أنا سوف أجعل فيديو ثانية مرة أخرى إن شاء الله.